أهلا بيكم في مجلة الحياة. اتشهرت بكلمة ميتو من خلال تجسيدها لدورها الأهم والأشهر في مشوارها الفني، وهو دور ألفت في مسلسل عائلة الحاج متولي اللي تعرض سنة 2001. هي الفنانة الجميلة مونيا، هنستعرض معاكم أحد الظهور ليها وبعض الأسرار عن حياتها وكمان سبب ابتعادها عن الفن. تابعونا. انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة مونيا داخل عيادة، وأثارت الصورة جدل كبير بسبب التغير اللي ظهر على ملامحها، وظهرت بسن أكبر بكتير من سنها، فتذكرها الجميع وفضلوا يقارنوها بشكلها الحالي وشكلها في مسلسل عائلة الحاج متولي على الرغم من مرور 20 سنة على المسلسل. وأكدت الفنانة مونيا إن الصورة دي أخدوها من فيديو لصاحبتها الدكتورة نسمة، وكانت عندها بشكلها الطبيعي بتاخد أدوية للعلاج، وتم تلاعب في الصورة ووضعوا لها مكياج لتبدو في سن اكبر بكتير من سنها الحقيقي، ومش عارفه ايه هدفهم من كده. وقالت ان معظم اصحابها زعلوا جدا بسبب الصوره، واكدت انها مش من مواليد سنه 1969 زي ما هو منتشر على السوشيال ميديا، ولكن هي اصغر. واضافت انها بتحب نفسها في كل سن حتى وهي تعبانه او حزينه او سعيده، وعارفه عمرها وفخوره بيه. والجدير بالذكر ان اسمها الحقيقي ايمان، وتخرجت من معهد الموسيقى العربيه ودخلت عالم الفن بعد ما اكتشفها الملحن بليغ حمدي لما سمعها بتغني للعندليب في احد الافراح بالاسكندريه، واقترح عليها اسم مونيا بدل ايمان. وساعدوها اساتذه المعهد انها تدخل عالم التمثيل، فرشحتها الدكتوره نجات للمخرج باسم محفوظ، وشاركت معاه في المسلسل التلفزيوني لمن اترك هذا بطوله ماجد فايز وندى بسيوني. وفي اللقاء ليها حكت الفنانة مونيا عن كواليس تصوير شخصية ألفت في مسلسل عائلة الحاج متولي، فقالت إن زوجها المنتج ممدوح يوسف رشحها للمشاركة في المسلسل، وكانت متوترة جدا ومستنية تعرف رأي الفنان نور الشريف بعد أول بروف الترابيزة، وكانت فرحتها كبيرة لما وافق عليها وقال لها إنها هايلة، وفرحت جدا لأنها ما كانتش تعرف إنها موهوبة لأنها مثلت مرتين بس. وفي المسلسل ابتدى دورها يكبر لحد ما أصبح دورها محوري في العمل. وبعد مشاركتها في عائلة الحاج متولي قدمت عدد كبير من الأعمال، لكنها لم تحقق نفس نجاحها في دور ألفت، وتوقفت عن التمثيل بعد مسلسل حنان وحنين مع الفنان الكبير عمر الشريف. وقالت عن سبب بعدها عن الفن إنها حست إن التمثيل أخدها من الغناء، وما بقتش تشوف فرقتها ولا تروح حفلات أو أفراح، وكمان بدأت تزهق من التمثيل لأنه محتاج التزام. واللي خلاها تاخد القرار بسرعة هو مسلسل حنان وحنين، لأنه محققش النجاح اللي كانت مستنياه بسبب بعض الظروف، علشان كده قررت تبعد عن التمثيل وترجع للغناء. وقالت إن حلم حياتها إنها تكون فنانة شاملة بتجمع بين الغناء والتمثيل وتقدم فيلم غنائي استعراضي. وبسبب حبها الكبير للغناء اتجهت لاستكمال دراستها الأكاديمية، وحضرت رسالة الماجستير والدكتوراه في مجال المسرح الغنائي، وحاليا بتشتغل في هيئة المسرح ومسؤولة عن ورشة الغناء المسرحي. وكمان اللي شجعها على ده هو الدكتور أشرف زكي. وانتقالا لحياتها الخاصة، فتزوجت الفنانة مونيا من المنتج ممدوح يوسف وكانت الزوجة التانية، وصرحت ان في حالات بيبقى لازم الرجل يتزوج على مراته لأسباب كتير، ولكن انفصلت مونيا عن زوجها سنة 2012 ومن بعده تزوجت مرة تانية من اياد الدجوي. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، شاركونا برأيكم في التعليقات وقولونا اكتر عمل بتحبوه للفنانة مونيا، واستنونا فيديو جديد مع مجلة الحياة.